كاد المخلوع أن ينجح في تقسيم الشعب إلى طبقات متحاربة وفئات متصارعة لولا انفجار ثورة الشباب السلمية في 11 من فبراير من عام 2011. الهدوء 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 الهدوء. كان صالح قد حكم اليمن 33 عاما متخفيا بستار الجمهورية، لكن فبراير علمته أن اليمن شبت عن الطوق وأن الجمهورية هي سيادة الشعب، الشعب الذي تسامح مع كل شيء إلا كرامته. وفي عمق ساحات التغيير والحرية صنع اليمنيون حلم دولتهم وقدموا نموذجا استثنائيا للمواطنة المتساوية. ففي هذه الساحات عرف اليمنيون معنى المساواة، وذابت داخلها كل فوارق التمييز المذهبي والمناطقي، ولم يعد هناك فرق بين النوع واللون والعرق والمذهب وحتى العقيدة. لقد استعاد اليمنيون لأول مرة جمهوريتهم المختطفة، وشعر الجميع حينها معنى أن كل يمني هو سيد نفسه، وأن لا سيد على أي يمني إلا وطنه. قبض اليمنيون على جمر المواطنة بسلمية أذهلت العالم، ولم يكن بمقدور المخلوع إلا مواجهة ورد الحرية برصاص الاستبداد وطريق الشعب نحو الدولة إلا بالتحالف مع ميليشيا الحوثي السلالية. الآن وبعد 6 سنوات من الثورة يتحدث التاريخ عن يمن مسلح فجر ثورة سلمية وصاغ دستورا جديدا لدولة المواطنة وقاد مقاومة شعبية لحمايتها، بينما يتذكر اليمنيون كيف حول شباب فبراير المخلوع صالح إلى زعيم عصابة وبقوا مواطنين أحرارا.